الجهود، يعني هوكستين الجهود الأمريكية أمتى رح نشوفها أكثر على الخط، والجهود الفرنسية وكأنها هي تعبئة الوقت يعني، وهذه الورقة الفرنسية ما وصلت لمطرح. هل الأمريكي سيدخل أكثر على خط 1701 والتسوية والترسيم البري كما يسميه وتثبيت الحدود كما نحن نسميه؟ الأكيد أنه الأمريكي ينتظر غزة ونهاية غزة، وبالتسوية اللي كنت عم بقول لك عنها بالضمانات المعطاة لحماس ولنتنياهو، رح يكون الأمريكي قدام سؤال هو من يثقل أكثر على موقفه اللبناني. هل حساباته ومصلحته مع إيران هي من سيثقل على موقف أمريكا في لبنان، أم حساباته ومصالحه مع المجموعة العربية الأساسية هي من سيثقل الموقف الأمريكي في لبنان؟ لأنه الأمريكي، وقلت أنه نقل بشكل صريح عن مسؤولين أمريكيين معنيين بشكل أساسي بالملف اللبناني، أنه نحن بهمنا الحدود، واتفاق الطائف يبدو وكأنه تخطاه الزمن. الحدود يعني عند إيران، اتفاق الطائف يعني عند المجموعة العربية. بين الاثنين ماذا سيفعل الأمريكي؟ علينا أن ننتظر بعد غزة وكيفية تفاعل الموقف اللبناني مع الأمر. هلأ تنكون صريحين، ولو البعض بده ينزعج، واضح أنه حزب الله ينتظر هذه اللحظة. هو بيعتبر أنه كيف ما برمت الأمور التسوية ستحصل معه، لا رئيس للجمهورية اليوم في لبنان، وبالتالي لا شريك مسيحي على الطاولة، فراغ سني كامل مع حكومة مستقيلة، وبالتالي لا لاعب سني على الطاولة، وليد جنبلاط حيث هو وما هو، الباقي ما في حدا موجود. في حزب الله يمسك ورقة الحدود ويمسك ورقة النظام، سيجلس ويتفاوض مع الأمريكي على التسوية النهائية. ويبدو أن الأمريكي عنده استعداد أكثر من هيك، أكثر من هيك، لأنه بده يتفاوض مع اللي موجود على الأرض ميدانيا. بخلفية الاثنين أنه نحن عندنا تجربة جيدة جدا بالترسيم البحري، أنه بالترسيم البحري إجا الأخ المجاهد آموس، اتفق هو وياهم نعطي إسرائيل 1400 كيلومتر، نعطيهم كريش يلي بين هلالين، رح ضل ذكرهم ب 22 شباط بدأت إسرائيل تنتج الغاز من كريش. سايمون هندرسون بيقول شغلتين لازم يسمعهم كل لبناني، واحد انه لو من الغاز بكريش كانت اسرائيل عتمت من بعد 7 اكتوبر، واثنين لو ما لبنان يتنازل عنا هذه المنطقة ما كانت اسرائيل قدرت كملت من بعد 7 اكتوبر بالكهرباء والطاقة. وبالتالي هذا النموذج على طاولة الحزب مع الامريكي مطروح عند اثنين بخلفية اثنين، بيبقى انتظار. برجع بقول لك الموقف اللبناني كله كيف بيتفاعل، هل بيقدر يعمل اعتراض على مثل هذا المسار، والموقف العربي. هلا هون كمان بسياق الحديث عن الموقف اللبناني، في بعض التطورات اللي عم نشوفها ان كان على مستوى تكتل جبران بسيط او على مستوى الفريق النيابي اللي كان بواشنطن.